الفقر مش عيب على الإطلاق، كتير مننا عارفين ده، لكن في كتير برضو مش عارفين إن الوصول لعالم الشهرة والثروة الطائلة ما كانش مشوار سهل، وبيحتاج لكتير من الشغل والكفاح. في التقرير ده هنسلط الضوء على فنانين بدأوا مشوارهم من الصفر وواجهوا كتير من الصعاب قبل ما يحققوا الشهرة اللي نالوها. فنان النهاردة هو الفنان الكبير كاظم الساهر. أهلا بيكم معانا في قناتنا أخبار ترند. الفنان كاظم الساهر بدأ يشتغل وهو في سن صغير جدا بسبب سوء الأوضاع المالية للأسرة. والده كان عسكري في القصر الملكي، وكانوا عايشين في بيت فقير جدا، وكانوا بيناموا على الأرض، وكتير من الأيام كانوا بيباتوا من غير عشاء. فبدأ من سن صغير في بيع المثلجات على عربية، وباع كمان كتب على الرصيف. وهو عنده 10 سنين اشتغل في الصباغة والنسيج، كل ده طبعا قبل ما أصدقائه يكتشفوا موهبته في الغناء، فالتحق بمركز لتعليم الموسيقى، وكان بيضطر يروح ماشي علشان يوفر الفلوس، وعمره ما اعتبر ان ده عيب، ودايما بيذكره لحد دلوقتي لما أصبح واحد من أكبر فنانين الوطن العربي. لو مكمل معانا لحد هنا وأعجبك الفيديو، فأهلا بيك معانا في قناتنا أخبار ترند. اضغط على زر الاشتراك علشان نكبر قناتنا ويوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو فاضغط لايك واكتب كومنت واعمل شير وسلام.